يعني ايه ار اتش؟ هو ايه الار اتش اصلا؟ ده انتيجين موجود في نوع من القرود اسمه ريسس مانكي. الانتيجين ده اذا وجد في الانسان يبقى اسمه ار اتش بوزيتيف، اذا مش موجود يبقى ار اتش ايه؟ نيجاتيف. وده موجود على سطح الار بي سيز. يبقى الار اتش ده جاي من حاجه اسمها ريسس مانكي، ده انواع من القرود فيها الانتيجين ده. قبل ما ابتديه عشان افهم ديفينيشن، ما انت عمرك ما هتفهمه غير لما تفهم الباثوجينيسيس، يعني ده هشرحه مرتين كده وندخل بقى على الموضوع. ايه الباثوجينيسيس بتاع الار اتش؟ القصه بتتم امتى؟ اما 6 ار اتش ايه؟ نيجاتيف، تتجوز راجل ار اتش بوزيتيف ويطلع ار اتش بوزيتيف بيبي، يعني ده الشرط. طلع ان الار اتش نيجاتيف ديت في ميل بتبقى مصيبه شويه، امال مين المصيبه الاكتر؟ ده طلع ان الار اتش نيجاتيف رجاله دولت مطلوبين، يعني في حد هنا ار اتش نيجاتيف؟ راجل هتلاقي دلوقتي ناس بتجري عليك بخا. الار اتش نيجاتيف دهوت ما فيهوش مشاكل، يعني طلعت نيجاتيف طلعت بوزيتيف ما فيش المشكله في الراجل المصيبه ده اللي هو ار اتش ايه بوزيتيف، ولازم البيبي يطلع ايه؟ احنا قلنا ايه اللي هيحصل؟ انا عايز افهم، اذا دم البيبي ده راح للام، اذا دم البيبي ده راح للام هي ما شافتش الانتيجين فبتكون ضده انتي بوديز، فطلع بقى اول حاجه اكسبوجر تو ايه؟ يبقى الام اذا حملت في بيبي ار اتش بوزيتيف وهي ار اتش نيجاتيف هتلاقي ان ده بيروح للام، بيروح بطريقتين، لا اما فيتو ماتيرنال هيمرج، يعني ان دم البيبي راح لدم الام يعني البيبي نزف في الام، او ان حصل بلاد ترانسفيوجن بار اتش ايه. عشان كده لما اجي الدم لازم اعرف الار اتش قبليها، لان ممكن اخلي عندي عندها انتي بودز تقتل اي بيبي بعد كده. فطلع ان ايه بقى الحالات اللي في المنهج فيها فيتو ماتيرنال هيمرج؟ واحد، حمل خارج الرحم اللي هو ايه؟ اللي مذاكر الاكتوبيك، امتى تدي حقنه الار اتش؟ اما يحصل لها في بطنها انترا بريتونيال هيمرج. ليه؟ بقت سنستايز خلاص، فلازم اديها حقنه الار اتش. يبقى في الاكتوبيك بريجنسي في حاله واحده اذا حصل انترا بريتونيال هيمرج. طيب حاجه ثانيه، انتي بارتم هيمرج، ده بيحصل امتى ده؟ ده بيحصل في الثيرد ترايمستر، بتلاقي البلاسينتا فصلت اللي هي انفصال في المشيمه ودم البيبي راح لمين؟ عشان كده بيدوا حقنه الار اتش ساعات عند 28 اسبوع. يعني اذا كنت عايز تدي صح بصراحه حقنتين، حقنه عند 28 اسبوع وقت انفصال المشيمه وبعد الولاده عشان ما يحصلهاش ايه؟ سنستايزيشن. الموضوع اللي بعده امنيوسينتيسيس. ايه الامنيوسينتيسيس ده؟ بندخل بابره والعيانه صاحيه ونعمل لها نوت ممكن لوكال انستيزيا وبالسونار واشفط ميه من حوالين البيبي واروح احللها. انا لما اشفط الميه ممكن يحصل ايه في البلاسينتا؟ تفصل لان صغرت الرحم، فعشان كده هو ممكن يحصل بلاسينتال سيباريشن. طيب اكسترنال كيفاليك فيرجن ده هناخده، بيبي في بطن مامته ونايم بالعرض وعايز اقلبه، اسمها ايه؟ اكسترنال كيفاليك بقلبه. طب وانا بقلبه كده ممكن اشد على مين؟ على الكورد، وبالتالي البلاسينتا، يعني برضو التروما ممكن تعمل بلاسينتال سيباريشن. اهم وقت ده بقى اللي هو ايه؟ ثيرد ستيج اوف ليبر. عمرك شفت عيانه بتولد بعد نزول البلاسينتا غير لما دم اللي موجود في البلاسينتا راح على الام؟ يعني كل الستات وقت الثيرد ستيج بيحصل ايه؟ ان الدم اللي موجود في البلاسينتا بيروح جزء منه على دم الام، دي لازم يحصل لها سنستايزيشن. يبقى ما يقول لك ايه اكتر وقت العيانه بيحصل لها اكسبوجر؟ هي دي ثيرد ستيج اوف ليبر. عشان كده عرفتوا منين بناخد الحقنه بعد الولاده؟ ما هو الاهم بعد الولاده في بلاد بره المحترمين يدوها ايه بقى؟ عند 28 اسبوع وبيدوها بعد الولاده. احنا في مصر نقول كفايه واحده، ليه؟ لانها غاليه، ها؟ فنقول لك كفايه واحده عليها بعد الولاده، مع ان الصح عند 28 اسبوع وبعد ايه؟ الولاده. يبقى ما يقول لك حصل سنستايزيشن ان الار اتش بوزيتيف ده دخل على الام فكونت ضده ايه؟ يبقى دي تاني خطوة انتي بودي فورميشن. هي شافت في المواضيع دي كلها انتيجين راح مطلعها ضده انتي بودي. اول علاقة بينها وبين الانتيجين هتطلع اي جي ام ماكرو، افتكر ضخم، كان نوت كروس مين. عشان كده اول بيبي بيعدي. يبقى مسألك ليه اول بيبي في الار اتش ما بيحصلوش حاجة؟ قول له علشان بيطلع انتي بودي اسمها اي جي ام، والاي جي ام دي كان كروس ايه؟ كان نوت كروس بلاسنت. طيب اذا تعرضت تاني، يعني حصل انفصال تاني، لفت البيبي فراح دم تاني، هيطلع اي جي جي بقى، وده كان كروس بلاسنتا وهيعمل بلاوي في الاطفال هتاخدوه. يبقى انا ليه دايما اول بيبي بيعدي؟ وده سؤال هتقول له ليه؟ ها؟ عشان بيطلع اي جي ام كان نوت كروس. سؤال ليكوا بقى، طب امتى اول بيبي يبقى افكتد؟
لا اذا خدت بلاد ترانسفيوجن قبل كده وحصلها سنسج وحملت بقى يحصل يطلع اي جي جي بقى تاني مره. يبقى امتى يحصل افكشن اوف ذا فيرست فيتاس؟ اذا كانت العين دي اتنقل لها قبل كده ار اتش ايه بوزيتيف. طب نكمل. يوم ما يروح الانتي بوديز للبيبي هتعمل ثلاث حاجات، ثلاث بلاوي دي اطفال بقى. ايه بقى الحاجات اللي هتحصل؟ اول حاجه انيميا. ليه؟ الانتي بوديز هتروح تفرقع على الار بي سيز خلاص. ليه؟ لان هي معديه في السبلين تروح متكسره. طلع ان الانتي بوديز دي طب ما تكسر الار بي سيز هيحصل ايه؟ حد يعرف الانيميا دي انترا تراين ولا اكسترا؟ يعني هو في بطن مامته هيبقى عنده انيميا ولا بعد الولاده هلاقي عنده انيميا؟ ما تقوله في البطن ولا بعد الولاده؟ بعد الولاده. غلط الاثنين خلاص. اقول لك ليه. اولا الام مش هتعوضه. اذا انت خدت عينه من الكورد بتاع البيبي في بطن مامته وحللتها هيطلع انيميك وهي في بطن مامته. بعد الولاده برضه هيطلع انيميك. يبقى ده انترا اند اكسترا عشان ما تقعش فيه. يعني الام ما تعوضش الاربسيز خلاص، هو لازم يتصرف. يعني ايه يتصرف؟ ما هو انا دلوقتي عايز اكون ار بي سيز وما عنديش بون مارو، هيعمل ايه؟ خدتوها قبل كده حاجه اسمها ريتيكلو اندوثيليال سيستم، بيعمل ايه بقى؟ هيماتوبويسيس، فبيسموها اكسترا ميدلري. ليه؟ لان الليفر والسبلين هم اللي هيصنعوا بقى. فما يصنعوا ينزل البيبي بهيباتو سبلين وايه؟ ميجالي، حاجات اطفال بقى. تلاقي الكبد كبير والسبلين كبير عشان بيصنع ايه؟ ار بي سيز. نيجي بقى للجوندس. انت فرقعت ار بي سيز وطلعت بليروبين، تفتكر البيبي هيجي له جوندس انترا يوتراين ولا اكسترا يوتراين؟ لا الاثنين غلط على فكره. اكسترا. عارف ليه؟ البيبي لما يكسر ويطلع البليروبين الام بتاخده وتكسره في الليفر بتاعها، بعد الولاده هو ما بيقدرش يكسره. ليه؟ لان كميته بتبقى كبيره فيجي له ايه بقى؟ جوندس. يعني ده اكسترا يوتراين فقط، وبيحصل خلال 8 يعني في النيو بورن. حتى بيسموه اكتراس يعني ايه؟ اصفر. جريفز اللي هو بعد الولاده، نيوناتورم في الوقت بتاعت النيونيت، فبيسموه اكتراس جريفز نيوناتورم. دي في الاطفال، ده مسمى مش عندنا احنا. جولد تلاقي البيبي اصفر. ده اذا عدى كام يحصل مصيبه في الاطفال؟ 20 مللي جرام. يعني دي دايما البيبيهات بتنزل عندها الصفرة صح؟ بيسموها فيسيولوجيكال وبتختفي. اذا عدت رقم معين لازم يتحجز في المستشفى في الحضانه. اذا عدى الرقم ده اللي هو كام؟ اطفال بقى ان شاء الله ما تاخدوا اطفال هيقول لك اما يعدي 20 السنه اللي بعديها، اما يعدي 18 السنه اللي بعديها، اما يعدي حاجه. اطفال ما لهمش كلمه. يعني احنا مثبتينها بقى لنا سنين، اكتر من 20 مللي جرام يعدي البلاد برين بارير ويجي له مصيبه اسمها كارنيكترس، تلاقيه عنده كونفولجنز. يبقى ما يسالك بقى الانيميا انترا ولا اكسترا؟ الاجابه الاثنين. امال الجوندس نيونيتال يعني بعد الولاده. ما تنساش ان البليروبين ده هوت اذا عدى كام يعمل مثلاوي اللي هو 20 بيعمل كارنيكترس وجيله كونفال. يبقى لازم احطه بقى فوتوثيرابي وحاجات الاطفال دي كده. اراجع تاني وعشان هو ده لب الموضوع. يعني زي ما قلت لك انفستيجيشن اوف ار اتش هتمشي على دول. واحد اكسبوجر تو انتيجين، ايذر بقى بيبي نزف في ام او نقل لها دم غلط. طيب يطلع انتي بودي، اول مره بيطلع اي جي ام، بعد كده اي جي جي، وده كان كروس بلاسينتا ممكن يدمر البيبي. ازاي بقى؟ بيعمل له انيميا، بيعمل له اكسترا يوتراين هايبر بليروبينيميا، بيعمل اكسترا ميدالا هيباتو سبلينو ايه؟ ميجالي. البيبي ده بيبقى اديمتاس هتشوفوه. بس قبل ما اقوله انا عايز ابتدي الديفينيشن تاني عشان افهم بقى. انا خدت خلاص الباثوجينس يعني ايه ار اتش سنسيتايزيشن. يقول لك ات از ان ايمونولوجيكال ديس اوردر كاركترايزد باي اكسسيف هيمولسيس اوف ايه؟ ليه؟ بالانتي بوديز اللي جايه عن طريق البلاسينتا من الام. كده فهمت بقى ان الانتي بوديز دي بتيجي من الام مع البيبي وتدمر له الار بي سيز بتاعته، فتعمل بقى هايبر بليروبينيميا وتعمل انيميا وتعمل هيباتو سبلينو ايه؟ ميجالي. طيب انا عايز افهم الانتيجين ده، احنا قلنا موجود على سطح الار بي سيز صح؟ اذا قلت لك ار اتش بوزيتيف دي معناها ايه؟ ار اتش نيجاتيف معناها ايه؟ نيجاتيف يعني مفيش ايه؟ انتيجين. طب بوزيتيف طلع انه كودد ب 3 بيرز اوف جينز عشان هنتدرب دلوقتي. سي كابيتال سي سمول، دي كابيتال دي سمول، اي كابيتال اي سمول. يعني ايه سي كابيتال؟ سي كابيتال يعني دوميننت. طب والايه الثانيه الصغيره دي؟ ديت ريسيسيف، يعني ده سائد وده متنحي. طبعا لازم وجود ايه عشان اقول ار اتش بوزيتيف؟ لازم يكون حاجه فيهم
سائد، يعني لازم يكون حاجه فيها دوميننت. يعني لما اقول لك ار اتش بوزيتيف تقول لي دي كابيتال دي سمول، او دي كابيتال دي كابيتال. اما لما اقول لك نيجاتيف لازم دي سمول. نتدرب مين من الرجاله دول عايز ضرب النار، هل الدي كابيتال دي كابيتال ولا الدي كابيتال دي سمول؟ على فكره دي كابيتال دي كابيتال كل عياله هيطلعوا ايه؟ بوزيتيف. ما المشكله ان البيبي يطلع بوزيتيف. تعال نتدرب كده اهو، ار اتش بوزيتيف ميل اهو، نشوف كام عيل هيطلع بوز اللي هو دي كابيتال دي كابيتال. اتجوز واحده دي سمول دي سمول، هيجيبوا عيال ايه بقى؟ تباديل وتوفيق. ها دي كابيتال دي سمول، دي كابيتال دي سمول، دي كابيتال دي سمول، دي كابيتال دي سمول، كلهم ايه؟ بوزيتيف. يبقى كده الراجل ده عايز ضرب النار خلاص. طب نفترض دي كابيتال دي سمول، اتجوز واحده دي سمول دي سمول، نشوف تبديل وتوفيق. دي كابيتال دي سمول، دي كابيتال دي سمول، دي سمول دي سمول دي سمول دي سمول، يعني 50% ايه؟ نيجاتيف 50% بوزيتيف. عرفتوا بقى؟ يبقى نقط ده 50% و50%. فراحوا سالوا سؤال بقى، في ساعات واحده متجوزه ار اتش بوزيتيف ممكن تاني مره البيبي يكمل عادي خالص معناه ما خدتش حقنه، اذا كان هو دي كابيتال ايه؟ ممكن يكون البيبي في وقتها دي سمول دي سمول. اغلس بقى السؤال شوفه بتاع الفول مارك، ويا ريت تفكر قبل ما تجاوب. راجل دي كابيتال دي كابيتال انا متاكد، واتجوز واحده دي سمول دي سمول، اول بيبي عدى اشرح، تاني بيبي مات، تالت بيبي مات، رابع بيبي مات، خامس بيبي عاش، وفكر قبل ما تجاوب. شكلك سمعتها قبل كده ها. يبقى دي كابيتال دي سمول، دي كابيتال دي كابيتال، اتجوز واحده دي سمول، اول بيبي عدى ليه؟ عشان اي جي ام صح. طيب تاني بيبي مات، تالت بيبي مات، رابع بيبي مات، خامس بيبي عاش، تفتكر حصل ايه؟ خدت الحقنه. غلط، لانها وانس ما خدتش اول حقنه الانتي بودز بقت عندها خلاص، ما ينفعش حقن تاني. عشان كده احنا بنقول ايه؟ لازم ياخدوا الحقنه. ايوه التتر بتاع الانتي بودي قل. غلط، لانه بيزيد مع كل ولاده فبيزيد فبيبقى افظع. على فكره ملهاش غير حل واحد، خانته. يعني دي الاجابه في الامتحان، اتجوزت واحد تاني يعني، وبلاش تقول خانته دي. يبقى ما تنساش اذا كان دي كابيتال دي كابيتال لازم عيالهم كلهم يطلعوا عندهم الانتي بودي. نرجع، يعني ايه هيدروبس فيتاليس؟ ده بيتسال وبيجي حاله تلاقي بيبي منفخ كده. البيبي اللي يجي لك هيدروبس، هيدروبس ده بيبقى عامل زي البوزيين، مش عارف شفته تمثال بوزي كده، ايه التمثال تمثيل البوزيه؟ روح جيب واحد تلاقي واحد عامل كده مدور كده خلاص. وانا شفتهم حقيقي، يعني شفتهم مره كان في حاجه اسمها مؤتمر السكان، شبه بعض كلهم بيض كده ولازم يحلقوا راسهم ولابسين برتقاني ما اعرفش ليه خلاص، ويمشوا كده. طب ما تمشي عدل يعني، هو دايما قاعد كده وبيبقى عنده كرش كمان، حتى في سكسوكه كده بتلاقيها هنا، شكلهم غريب كده. البوزيين دول هتلاقي البيبي قاعد في بطن مامته نفس الشكل، وشه والله القمر تلاقيه عامل كده خلاص، وتلاقي كل الميه تحت جلده زياده فمش قادر يعمل ايه؟ فلكش، وبطنه فيها ميه بوزي، فبيسموها بودا اتيتيود في السونار. يعني لما اجي اعمل السونار الاقي قاعد واحد بوزي قدامي خلاص. طلع سببها ايه؟ اسمها هيدروبس فيتاليس، عشان دي مهمه، دي مصيبه. يعني الهيدروبس ده معناه ايه؟ هيدروبس يعني اكيوميليشن اوف فلويد ان مور ذان وان كافيتي. يعني ما اقولش اديمه، انا عارف ان عنده سب كوتينيس اديما وسكالب اديما واصا، كل ده عباره عن اديما، بس لما تحطهم على بعض اسمها هيدروبس. يبقى امتى اقول كلمه هيدروبس بقى؟ اكيوميليشن ها اوف فلويد ان مور ذان وان كافيتي، يعني في بطنه يبقى ايه؟ اصا وتحت الجلد صب. يبقى كده حاجتين اهو، يبقى اقول عليها هيدروبس فيتاليس. ايه البيبيهات اللي في المنهج بينزلوا عندهم هيدروبس؟ اول حاجه محاضرتنا اللي هي مين؟ الار اتش. حد فاكر البيبي في بطن مامته عنده انيميا ولا لا؟ والانيميا دي ممكن تعمل هارت فيلير، والهارت فيلير بيعمل احتقان واديمه في الجسم كله، يبقى السب كوتينيوس ايه؟ اديمه. بالاضافه ان الكبد كبير، حد فاكر ليه؟ اكسترا ميدلاري هيما. طب طالما الكبد كبير روح يعمل بورتال هايبرتنشن ويعمل اسايتس. يبقى ما يسالك بقى قول لي دليل انه هيدروبس مش اديمه، قول له انيميك هارت فيلير عمل جنرالايز اديمه، وبورتال هايبرتنشن الهيباتو ميجالي عمل اسايتس، يبقى كده ده يعتبر هيدروبس ولا لا؟ وده اميون يعني انتيجين انتي بادي. الاي بي او هتاخدوها في الاطفال فصيله الدم،
تلاقي هي فصلتها غير البيبي وعندها انتي بودز جاهزه للبيبي تروح مدمراه وقت الايه الولاده، برضو يحصل انيميك هارت فيلير. يبقى نفس الكلام بتاع الار اتش ده اطفال مش نساء. يبقى الار اتش والاي بي او بيعملوا ايه؟ اميون انتيجين انتي بودي. بس في فيروس شهير جدا، فيروس ده موجود اليومين دول بتصير شافه ومش مكتوب في الكتب. في دكتور عندنا اسمه الدكتور نبيل عبد الحكيم، ده استاذ قديم وبيجي الامتحانات، كان رئيس قسم وانا طالب، ها بيجي لغايه الان بيسال السؤال ده، يقول لك ايه الفيروس يا ابني اللي بيعمل هيدروكس؟ بيسيب كل حاجه يمسك الهيدروكس. اسمه بارفو فيروس رقم 19، ده موجود اليومين دولت، وده لما يجي في البيبي يعمل له هيدروكس، يعمل له اديمه في راسه وبطنه شبه ده، بس ده نون اميون بقى، او فيلير هارت فيلير في البيبي، ليفر فيلير، كيدني فيلير. يبقى اي فيلير يعمل اي نوع نون اميون. الكلام ده مش مكتوب في كتاب الاسم، مكتوب كلمه هيدروكس وبس. انت خدت الار اتش، بس ايه بقيه الاسباب؟ ايه الديفرنشال دياجنوز؟ اذا جات لك حاله هتقول له ها اي بي او بارفو فيروس رقم 19 والفيلير. والرقم الفيروس ده مشهور اليومين دول قوي وزاد. تعالوا بقى نشوف انفستيجيشنز، ودي الوحيده اللي جت تحريري قبل كده ليه الار اتش. ازاي اعمل انفستيجيشن؟ احنا قلنا اللي كان مركز من شويه، اول حاجه اكسبوجر تو انتيجين هتكون ضده انتي بودي، بعد كده يحصل فيتال افكشن. اهم دول يعني اول حاجه هنا اكسبوجر تو انتيجين. اعمل ازاي؟ اعمل سكريننج ازاي؟ العيانة بتجيلي العياده في اول زياره في الحمل، بطلب منها تعمل ايه؟ ار اتش. اقول لها حضرتك اعملي لي الار اتش بتاعك. خلاص بقى كل الناس عارفاه، مش زي زمان. زمان كان الار اتش مش معروف، دلوقتي كل الناس عارفين فصيله الدم وفي مشاكل، فما بقيناش نشوفه قوي. العيانه طلعت ار اتش نيجاتيف، كده لازم يحصل لها سنسيزيشن؟ لازم اعمل ايه؟ في مصر ما بنعملش. جوزها يقول لك انا مالي، ها؟ وعلى فكره ممكن تعمل له ويطلع غلط في المعمل، المعامل اليومين دول بتلخبط، ويطلع في الاخر ما اديتهاش الحقنه وكل مره البيبي بيموت. فانا دلوقتي روتين عندنا في القصر العيني ما بنعملش للزوج لما ما بنشوفوش، ها؟ هي العيانه بتدخل لي الحوادث، اعمل ار اتش يطلع ايه؟ احنا اتفقنا نيجاتيف. لازم اعمل له هو عشان يطلع ايه؟ اقول في مشكله. طب اذا طلع نيجاتيف هطنش. في مصر لا، بندي الحقنه. يبقى ما تنساش هي نيجاتيف وهو بوزيتيف ابتدينا المشكله. احنا قلنا تاني خطوه بكون ضده ايه؟ اهي كونفيرم. هعمل تيست خدتوه في البكتيريا زمان اسمه اندايركت كومبس تيست او دايركت. وايه الفرق بين اندايركت ودايركت كومبس؟ اندايركت يعني بشوفه في دم الام، خلاص الانتي بودي لسه ما راحش البيبي. امال دايركت بشوفه في دم مين شخصيا؟ البيبي. دلوقتي العيانه حامل اهي، انا باخد عينه الدم من ايديها هي وبعملها في اي معمل موجوده في مصر، بنعمل تيست اسمه اندايركت كومبس تيست، طلع نيجاتيف اطمن؟ لا. حد يقول لي ليه بعيده عند 28 اسبوع؟ الوقت ده بتاع البلاسينتال سيباريشن، انا خايف يحصل ايه؟ يبقى الشطاره تكتب لي هنا ريبيت، يبقى اذا طلع نيجاتيف ريبيت ات 28 ويكس. كلنا بنسال السؤال ده، عشان كده في بعض الاحيان ندي الحقنه امتى؟ عند 28 اسبوع، ده وقت البلاسينتا الاكسيدنتال هامرج. طيب اذا طلع بوزيتيف اعمل تتر. هو هيبعت لك بقى تقرير يقول لك 1 على 16 او اكتر. وانس قال لك الرقم ده اعرف ان في فيتال ايه بقى؟ افكش. شفت الخطوات؟ يبقى اول حاجه بشوف الام تطلع نيجاتيف، الزوج بوزيتيف، ابتدي اشوف اندايركت كومبس تيست طلع نيجاتيف عيده عند، طلع بوزيتيف اشوف التتر، طلع فوق 1 على 16 او 1 على 16 في الحاله هعمل العينه دي اشوف الفيتال ايه؟ افكش. اثناء الحمل ولا بعد الولاده تبعي انا كدكتور نساء؟ اثناء الحمل. راح جه سؤال في الامتحان لينا في النساء، بعد الولاده هتعمل ايه للبيبي؟ هو انا مالي انا بعد الولاده؟ ده دكتور الاطفال اللي بياخده. جه السؤال ده لوحده يقول لك ازاي تو انفستيجيت البيبي فور ار اتش سنسيتايزيشن افتر ديليفري؟ ده مش انا. انا بعد ما بولد البيبي بسيب كورد طوله 15 سم، واحنا دايما بنحط الكلامب على مسافه قد ايه؟ 5 سم. طب ليه هنا بشوف له 15 30 سم؟ ليه بسيب كتير قوي؟ عشان دكتور الاطفال بعد كده ياخد عينه دم من هنا، ما يقعدش يركب كانيولا. إيه عايز يغير له دم ويغير له منين؟ من الكورد. اذا كان بيني وبينه حاجه اعمله له كده، ها؟ يعني قصدي اقول بعزه اطوله له قوي واسيبه له يقول انت انقذتني، يعرف يلعب بالكورد ده. طلع ان بياخدوا عينه نخلص من دي من الكورد بعد الولاده، دي اللي جت في الامتحان، يقيس فيها ايه؟ ده بيبي بقى. يعمل دايركت ولا اندايركت كومبس؟ هنا بقى دايركت، فهمت؟ اذا دم مين؟ يبقى بيعمل دايركت كومبس تيست وهتلاقيه عالي. هيعمل له الار اتش، يطلع له ار اتش ايه؟ لا
بوزيتيف، اذا البيبي طلع ريتش بوزيتيف قال يبقى كده في سنسيتايزيشن بالنسبه للام، واشوف الاي بي او بتاعته بالمره فصيله دمه ممكن يكون في مشكله، واشوف البليروبين ليفل، واشوف عنده انيميا ولا لا. يبقى ده بالنسبه للاطفال مش تبعي، مش تبعي خالص، اللي تبعي هم بقى امنيو ايه سينتيسيس، كوردو سينتيسيس، الترا ساوند. انا قلت الالترا ساوند هلاقي حاجه اسمها هل بودا ده ليه حل؟ لسه في واحده والله يمنيه هي حامل معايا توينز وبعتت لي سؤال لواحده يمنيه زميلتها هناك بتقول لها حامل في هيدروبس، قلت لها خليها عندها اصل حاجه اعمل لها، قلت لها هل ليه علاج هنا في مصر؟ اعملها ايه؟ هيدروبس ده وانس بقى كده اعرف ان البيبي ده هيموت بعد الولاده مش هيكمل، لان البيبي عنده انيميك هارت فيلير خلاص ده انتهى. يعني قصدي اقول ان الهيدروبس ده ليت ولا ايرلي؟ ليت، دي خيبه ان انا اكتشف هيدروبس في تالس. تعالوا بقى نشوف الامنيوسينتيز، بناخد عينه ميه من حوالين البيبي ونعمل التست ده. انا هشرحه مع انه مش مكتوب في كتاب الاسم عشان تفهم. هجيب انبوبه واحط فيها امنيوتك ايه؟ فلويد. انا خدت امنيوتك فلويد من العيانه، ميه من حوالين البيبي، وعدي ضوء. الضوء ده ويف لينس بتاعته 450 نانومتر، هتاخدوه في الاطفال. ليه الرقم ده؟ الرقم ده بيابزورب باي بليروبين، يعني بليروبين بيمتص الضوء ده. حتى لما تيجي تودي بيبي عنده الصفرة يتحط في حضانه بيحط له نور كده. النور ده مش زي النيون بتاعنا، اصل الهبل يروح فاتحين النيون ده ويحطوا البيبي تحتيه. لا، ده لازم ويف لينس كام؟ هي الرقم ده اللي بيتاخد بالبليروبين، تلاقيه بيابزورب ويدمره. واشوف الفرق بين الداخل والخارج، اسمها تشينج اوف اوبتيكال دينستي بيسموها كده. يبقى الدلتا دي اسمها تشينج، يعني هدخل ضوء واعديه في الانبوبه واستقبله من الناحيه الثانيه. الشاطر يقول لي اذا كان في بليروبين جوه كتير هيطلع لي من الناحيه الثانيه كتير ولا قليل؟ يعني انا دخلت الضوء من هنا واستقبلته من الناحيه الثانيه هيطلع ايه؟ قليل. طالما الديفرنس عالي اعرف ان جوه في كميه بليروبين ايه؟ يبقى الار بي سيز اخبارها ايه؟ هيمولسس فظيع. يبقى انا كده بتست هل في افكشن للبيبي جامد ولا لا؟ ده انا بنعمل كيرفات كمان، يعني اقول لك مايلد هيمولسس، مودريت هيمولسس، سيفير، ولسه هو في بطن مين؟ في بطن مامته. يبقى بيقول لك ان انت هتدخل ضوء وتستقبله من الناحيه الثانيه. نقراها بقى عشان تفهم الكلام اللي انا شرحته. اهو مكتوب ايه بقى؟ ديترماين اماونت اوف بليروبين امنيوتيك فلويد ذات ريفلكت ديجري اوف ايه؟ بس وسابك. ما انا هعرفه ازاي؟ بدخل ضوء، اذا طلع اذا لقيت الضوء اللي دخل هو اللي خرج يبقى مفيش هيموليسيس. ها طب اذا لقيت اللي دخل واللي خرج خرج منه حاجه بسيطه يبقى ده سيفير هيموليسيس. طب اذا لقيت خرج بس يعني قل بسيط، يعني سوري يعني يعني خرج كامل بس قليل منه، يبقى ده معناه ان البليروبين اللي جوه ايه؟ عالي بسيط. يعني انا بتست الفيتال افكشن بالامنيوسينتيز. طب في حاجه احلى، كوردو سينتيسيس. يعني ايه كوردو سينتيسيس؟ بدخل برضو بابره ولا انا صح وبالسونار واجي عند الكورد واروح واخد منه عينه. الشاطر يقول لي هياخد عينه من انهي حته في الكورد ده؟ واحد عارف اهو ده اسمها في الابورشن، ادي البلاسينتا اهي وادي الكورد اهو وادي البيبي اهو. تفتكر اخد عينتي من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ طبعا انتوا هبل، بتلاقي في الامتحان كل الناس تقول من هنا عشان تبقى اقرب للبيبي، او من هنا طالما انت ما قلت دي غلط. لا، طلع من هنا. اقول لك ليه؟ كل الكورد ده دم واحد على فكره. هي اللعبه اني حته فيكسد، مش معقولة هدخل بابره في بطني عينه واجري ورا بيبي، ها؟ يعني اكيد هخرم حاجه، فانا باجي في حته فيكس تاخد العينه، بما يسالك بتاخد الكورد سينتيز من انهي حته؟ فيكسد بارت اهي. واخد عينه الدم، حد يقول لي اعمل فيها ايه؟ تعمل فيها ايه في الصفحه دي؟ دول بس بقى قبل الولاده. يعني اشوف برضو الار اتش بتاعته هو في بطن مامته بقى دايركت ايه كومبسس، اشوف البليرو، كل حاجه بعملها هنا. بس خدت عينه منين؟ من الكورد بتاع البيبي وهو في بطن مامته. دي الانفستيجيشن الوحيده اللي جت تحريري. تيجي بقى للتريتمنت. على حسب الانتي بودي تتر، على حسب ما انت هتعمل. يعني ايه؟ يعني اذا طلع اقل من 1/16 اعمل بروفيلاكتيك، بس اذا طلع فوق 1/16 بعمل اكتيف، ودي اوحش. يا رب يطلع ده. يعني معظم الستات اليومين دول بنعمل ايه؟ بريفنشن راذر ذان تريتمنت. تعالى بقى نشوف اقل من 1/16. اي واحده ار اتش نيجاتيف يا ريت ما تديهاش،
ار اتش بوزيتيف بلاد، احنا اتفقنا. الحاجه الثانيه بدي حقن اسمها انتي دي، اسمها روجام، عايز اعرف اسمها روجام، ما بقتش موجوده حتى في المصل واللقاح الحمد لله. يعني اللي عندهم ار اتش نيجاتيف اليومين دول بيلوصوا عشان يلاقوها، يعني ار اتش نيجاتيف دول لهم روحوا هاتوها وتختمها له، موجوده في حته واحده بس، صيدليه الاسعاف، عشان بس اذا حد من قرايبكم صيدليه الاسعاف تقدم ورقه مختومه تروح واخد الحقنه، بس بتقف طوابير بقى. ها طوابير ايه عشان تاخدها، وان شاء الله هتخلص. يعني قصدي اقول ان الروجام ديت دي انتي دي، ودي حقنه في منتهى الجمال، حوالي 1000 ونص مش فاكر ثمنها، يعني هي معديه ال 1000. ليه الحقنه غاليه قوي كده؟ مع ان كان زمان رخيصه جدا، مش عشان كل حاجه غليت، طلع ان كان زمان اللي خدت الانتي دي كان جالها ايدز ساعات، كان جالها هيباتايتس. ليه بقى؟ كان زمان ما بيعملوش سكريننج، اصل بتتحضر من الانسان وكانت بتتحضر من الحيوانات زي الحصينه يعني قصدي اقول ايه، ان الانتي دي كان زمان ما بيعملوش سكريننج، حتى بيقولوا اللي خدوا الحقنه دي مش عارف في سن معين يروح يحللوا فور ايدز. ها دي مصيبه. ها طلع ان في ناس بنكتشفهم مليون دول عشان الحقنه المهببه دي، اما ابتدينا نعمل سكريننج فبقى تمنها ايه؟ يبقى دلوقتي بقت سيف، اللي هي الروجام. هي ليه بيحطوها في تلج؟ ما الحاجات دي كلها هتتسيل فيها. انت دلوقتي بتحطها في تلج ولازم تحط، اذا درجه حرارتها عاليه باظت، تلاقي مديك تلج كده في كيس تاخده تروح حاططها في الثلاجه في الرف الاولاني. العينه بتاخدها امتى بقى؟ عايزين نعرف انهي وقت، خلال كام ساعه بعد الولاده؟ 3 ايام، ويستحسن في يوميها. ما تعرفش الظروف. يعني بقول لجوزها كده هات الحقنه وخليها عندك في الثلاجه لغايه ما مراتك ايه؟ تولد. اول ما تولد بنعمل ايه؟ تروح ولازم تاخدها قدامك، يعني لازم تاخد قدام الزوج، لان في بعض التمريض حراميه تروح مكسره الامبول. خلاص هي مش الامبول، ده حقنه تاني خالص، فيتامين. وتروح مكسره وتروح مديها تقول لها بالشفا، تاخد الحقنه تبيعها. فلازم اشوف الامبول قدامي بيعمل كده خلاص، ويتحط ويتاخد، وانبه جوزها. يعني بقعد اقول لهم اذا ما شفتهاش انت حر، فهو يشوف الامبول يقول لك كسريها وريهاني. تلاقيهم هم واخدين بالهم. في بعض الازواج هبل، تلاقي نايم وقت ولاده مراته. طلع ان العينه بتاخد كام مايكروجرام عضل؟ 300 مايكروجرام، يبقى الامبول كام؟ 300. طلع ان في امبولات اقل من كده، من 50 لايه؟ ل 100. دي في حالات ايه بقى؟ ابورشن. ليه؟ لان اصلا السيستايزيشن ايه؟ قليل. اكتوبيك، انتي بارتم، اني يبقى كلهم دولت ياخدوا كام بس؟ 100 مايكروجرام. ليه ساعات بدي عند 28 اسبوع؟ سينستايزيشن. ليه؟ سيباريشن، بلاسينتا سيباريشن، دي بقى بتاعت التدريب اكسبشنال. امتى ادي الانتي دي؟ مش واحده حامل بقى خلاص، اذا كنت بنقل دم ايه؟ غلط. بيقولوا بدي امبول كل قد ايه؟ 30 مللي بلاد. تخيلوا واحده خدت 100 مللي بلاد، اديها كام امبول؟ انا قلت لك كل 30 مللي حدي حقنها اللي هي 300. تفتكر اتنقل لها 100 مللي ولحقت نفسي وقفلت الدم، اديها كام امبول؟ 3. في ناس قالت 3، في ناس قالت 4. ايوه في حاجه غير دول؟ في حاجه غير دول؟ 3.5. في رأي تاني؟ أولا اللي قال 3 ده بخيل، خلاص؟ يعني دي إذا كانت مراتك وفي 10 مللي زيادة تستخسر فيها 1000 وشوية؟ يعني والتاني يقول لك أنا هكسر الأمبول وأديها جزء وأرمي الباقي، ها؟ يعني أهم أربعة، يبقى سؤال في الامتحان بيشوف يقول لك ده أنت يا ساتر، ها؟ يبقى ما تنساش هتدي العينة دي 4 أمبولات، ده سؤال بيتشيل في الشفوي والنبي خليك بقى، يقول لك دي 5، يقول لك أيوه كده، ها؟ ده الراجل ده جميل، أخده لبنتي. طب هسألكم سؤال تاني، عيانة خدت ما خدتش الحقنة بعد الولادة خلال 72 ساعة، وافتكرت بعد اسبوع لازم تاخد الحقنه، اديها لها ولا لا؟ انت بخيل جدا، ما تديها لها، انت خسران ايه؟ يعني انت وانت يعني اديها لها ممكن تستجيب، يعني برضه اعمل اللي عليك. فبعد اذنكم بلاش الشح ده في الامتحان. نيجي بقى اكتف تريتمنت، ده اخر سؤال وده مش مهم. ليه؟ والله ما بنشوف حالات ار اتش كتير خلاص عندنا هنا في مصر. طلع الاكتف تريتمنت اثناء الحمل، اثناء الولاده، بعد الولاده. طيب اثناء الحمل بغير دم البيبي ازاي؟ يعني بتتعمل في القصر العيني؟ اه، بس بتتعمل بطريقه غبيه. عارف بنغيره ازاي؟ ادي البيبي قاعد في بطن مامته كده، فاهم؟ ودي بطنه، من احنا بندخل بابره
في بطنه ونحقن دم جوه بطنه. طبعا دي سهله ليه؟ بطن. فانت هتحقن دم جوه بطن. طب والدم ده هيروح ازاي؟ عن طريق البريتون قلبي ابزورب على ايه؟ على الدم. ده احلى ولا الكورد احقن فيه الدم احلى؟ احنا عندنا في القص العيني ما بنعرفش نحقن في الكورد، ايدينا طرشه شويه. يبقى انت يا اما تحقنه في البريتونيال كافيتي. اذا سالك مين اجمل في الفين طبعا، بس مشكلتنا اذا ضغطت خبطه الله يرحمه، فاحنا بنحقن في البطن ونقول يا رب وبرده البيبي بيموت. اسمها انتريتال. ليه بحط ار اتش نيجاتيف او؟ مش معنى يعني ايه او نيجاتيف؟ يعني ليه بحط او ونيجاتيف؟ اولا الاو ملوش انتي بادز خلاص، والنيجاتيف يبقى انا لازم احقن ار اتش نيجاتيف او. طيب نفترض البيبي ده ما بقاش افكتد قوي قبل 36، بعد 36 هولده. اولد طبيعي او اسيب كام سنتي كور؟ 30 سنتي. اوعى تنسى يعني بسيبها عشان دكتور مين؟ الاطفال. يبقى انا بولد عيان ار اتش لازم اسيب طول قد ايه؟ 30 سنتي. يلعب فيه براحته، دي باظت تقطعها، دي وهكذا. طيب بعد الولاده بقى بغير له دمه، مش هتشوفوها خلاص، هتلاقوها في الاطفال دايما. كان زمان في الاطفال نلاقي كل البيبيهات نايمه ومغيروا لها دمها. ده بيسموه اكستشينج ترانسفيوجن. الاكستشينج ده بديله ار اتش نيجاتيف او وبريبليس كام في الميه من الدم؟ 80 ل 90%. بدخل دم واطلع غيره. في ناس بيقولوا بنعمل فوتو ثيرابي، ده هتاخدوه في الاطفال عند ويف لينس كام؟ قلنا 450. هتاخدوه بقى بتفاصيله في الاطفال، ده مش تبعي. ايه بقى البلازما فوريسيس؟ حد سمع عنها؟ ده كتاب الاسم كتبها السنه دي، بلازما فوريسيس. اما يبقى في واحده فيها انتي بوديز بعمل ايه؟ او بيبي فيه انتي بوديز، باخد الدم بتاعه وافصل السيلز عن الفلويد وارجع له السيلز بس، فاهم قصدي؟ على اساس ما يبقاش فيه انتي ايه؟ بوديز. يبقى ده بيتعمل ان ايه لبريجننسي، بغير دم الام بالشكل ده، ان انا باخد منها دم افصل الار بي سيز عن الايه؟ الفلويد واروح مديها ايه؟ الار بي سي واغير. يبقى انا بديها حاجات جديده، ويا ريت تبقى احلى تغير لها دمها بار اتش ايه؟ نيجاتيف، بس دمها ده كتير قوي. بلازما فوريسيز ما بتتعملش في مصر صح، بتتعمل غلط والعينه برضو بيبقى عندها انتي بوديز. اقفل إيه